إذا توضأت وصليت سنة الوضوء بعد فترة هل هذا جائز؟ لا، سنة الوضوء الأصل فيها بعد الوضوء مباشرة، هذا هو الأصل، بذلك تسمى سنة الوضوء التابعة للوضوء. أما واحد يتوضأ مثلا الساعة 7 الصبح ويصلي سنة الوضوء الساعة 11 هذه ليست سنة الوضوء، هذه نافلة، لكن الأصل في سنة الوضوء تكون بعده يعني مباشرة أو قريب من ذلك.